سعد سفير، أريد أن أذهب معك إلى منطقة أكثر سخونة، وأريد أن أفهم من خبرتك لماذا وجدنا إدارة الرئيس أوباما بتدعم بشكل مباشر أو غير مباشر جماعات الراديكالية، الإسلام السياسي، خاصة الإخوان المسلمين، بشكل يعني جعل المواطن العربي أو المواطن الإسلامي يرى أنه وكأنه هناك مصلحة ما، واكتشفنا بأنه أمريكا أيضا ضحية الإرهاب في وقت ما. يعني كيف كان يفكر أوباما في التعامل، أو إدارته في التعامل مع الإخوان، التعامل الاستيعابي أو الاحتضاني أو حتى الدعم غير مباشر؟ كيف تنظر إلى هذه القضية؟ هل هذه معلومات صحيحة أم خاطئة؟ الإخوان المسلمين يمثلون مجموعة معقدة من المشكلات. فهل أردوغان إخوان مسلمين؟ هل التيار السياسي في تركيا إخوان مسلمين؟ كما أن مناهجهم مختلفة، فالبعض منهم يحترم السلفيين والبعض لا، وأحزاب الإسلام السياسي متعددة ومختلفة، وهذا يظهر بوضوح في ليبيا. ولكن أمريكا لم تكن داعمة للإخوان المسلمين، ولكن الإخوان تم انتخابهم، وذلك بعدما ثار المصريين مطالبين بالتغيير. ولذا توجب على الحكومة الأمريكية أن تدعم الحكومة الجديدة، وقدمنا لهم أفضل مساعدة ممكنة، وهذا بالضبط ما فعلنا في ليبيا. ولذا نحن قدمنا كل ما في وسعنا في ظل الظروف الراهنة وقتها. لذا أمريكا دعمت خيار الشعب المصري، كما أننا كنا نحاول أن نحافظ على العلاقات الدبلوماسية قدر الإمكان، ولكننا لدينا توازنات أيضا، ونحن لم نساعد القذافي، فلدينا توازنات خاصة بالإرهاب ومكافحته ومكافحة التطرف. ولذلك أمريكا لن تتخلى عن المنطقة ولن ترفع يدها منها، ولكن مجددا يجب أن نكون في منتهى الحذر حينما نسعى لتغيير نظام، ويجب أن ننظر إلى ما بعد النظام والسيناريوهات المطروحة. فالمشكلة في العراق لم تكن صدام وحده، فبعد أن عزل صدام استمرت هناك مشكلات، فكان هناك كبت لدى الشعب، وكان هذا الكبت مغطى. وأقول لك أيضا أننا لسنا مسؤولون عن مستقبل العراق، فلا توجد لدى بلد أي ضمانات بالمستقبل، فلا أريد أن يتملكنا الغرور ونعد بأننا نعرف مستقبل العراق. ولكني ما أقوله أننا سنقدم أفضل ما لدينا، وأقول لك أيضا أننا تعلمنا من الماضي وتعلمنا من أخطاؤنا. وفي النهاية في العمل الدبلوماسي أنت تحاول أن تقدم أفضل ما لديك، ولكن لا توجد ضمانات للنجاح. وأقول لك إن كانت لدينا المعلومات والدراية منذ 15 عام لكانت الأمور تغيرت وقراراتنا تغيرت.